لماذا يكون أي شخص جنديا من جنود الله في دعوة الناس إلى الدين الحق أيا كان هذا الدين بحسب معتقده؟ هل لمجرد أنه يعني عنده وقت أنه يدعو الناس، ولا بينظر إلى ثواب الآخرة نهايته فين؟ طيب أنا أدعو الناس إلى الإيمان، قد يؤمن البعض وقد يؤمن قد لا يؤمن البعض، يدخل مسيحيون أو يهود أو هندوس إلى الدين الحق الذي أعتنقه، كل دوت يعني يكون في ميزان حسناتي زي ما بيقولوا المسلمين. أحبائي في مصر والعالم كله، تحياتي من قناة الصوت الصارخ، معكم دكتور وليد رؤوف. ندافع عن كل إنسان مظلوم، مؤمنا كان أو ملحدا. الخط الفاصل في كل قضايانا التي نتناولها هو الحق. نأخذ قدوتنا في الثورة على الظلم والطغيان من السائر الأول والأعظم، وهو القديس يوحنا المعمدان، أعظم مواليد النساء. مبرع المذنب والمذنب البريء، كلاهما مكرهة الرب. من فضلكم نطلب دعمكم بالمشاركة بالقناة وتفعيل زر الجرس. دمتم في رعاية الله. دكتور وجيه رؤوف. مساء الخير أحبائي في مصر والعالم كله، من قناة الصوت الصارخ أقدم لكم هذه الحلقة. النهاردة معانا لقاء جميل جدا ومهم جدا جدا جدا، لقائنا مع عابر من الظلمة إلى النور منذ سنوات عديدة. لقاء اليوم مع الأخ العزيز المحب الأستاذ عادل جميل الجسور العابر من الظلمة إلى النور. كانت البداية لدراسة أكثر عمقا أكاديمية أستطيع بها أن أخدم البشرية، ولكن في وسط هذه الدراسة توصلت إلى حقائق كانت تمر يعني مرور الكرام علي في الأيام السابقة. كنت أقبلها كمؤمن، ولكن عندما وجدت نفسي أني سأكون معلما لهذه الأشياء، فأنا سأخاطب عقولا ولن أخاطب قلوبا مؤمنة. لابد أن أكون مقنعا وأن أدرس ما سأقوله لأحدهم دراسة، كيف أدخل إلى قلبه ومن قلبه إلى عقله فيؤمن، على أساس الحكمة القائلة أؤمن فأعقل وأعقل فأؤمن، فالطريقين موصلين إلى الإيمان. دي كانت البداية في مقارنة الأديان. يعني باختصار، بعد تخرجي فكرت أن أنا أتحول إلى داعية، درست فعلا وفوجئت بحقائق في الحقيقة لم أقتنع بها، وسيأتي مجالها واحنا بنتكلم. يعني هنا بقول يعني فكرة حضرتك انك انت حصل معاك اعجاز ان تم اعفائك من التجنيد، دي هبة ومنحة من عند ربنا، فانت عايز ترد الجميل لربنا، فابتديت تقول من خلال دراستك للإسلام ومن خلال انك تدخل تدرس وتحصل على شهادات، وبعد كده هتبقى تعلم وعايز تعلم بأمانة وتنقل المعلومة بأمانة عشان يتم تقبلها. يمكن إحساسك بأن في أشياء هتعلمها ولازم تعلمها بأمانة اصطدمت مع فكرك، اصطدمت أنا هعلم إيه، هقول إيه. هنا ده اللي بينقلنا للسؤال اللي بعديه، في شيء من حضرتك درسته أو اللي أنت ناوي تعلمه للآخرين دفعك للتوقف والتفكير وربما لتغيير فكرك أو تغيير معتقدك؟ عظيم. الحقيقة في الحقائق التاريخية في القرآن، ودي خضنا فيها كتير قوي في برامج وحاجات زي كده، الحقائق التاريخية والحقائق الجغرافية والحقائق الفلكية في القرآن، حتى في الحقائق الفسيولوجية في جسم الإنسان والولادة والمسائل دي تتنافى مع حقائق العلم. أنا لا يمكن أن أنفي العلم، أؤمن نعم، ولكن
لابد أن يتطابق العلم مع ما أؤمن به، أو على الأقل لا يختلف الاختلاف البين الذي يجعل من الإنسان عبارة عن دمية غبية، كأن أصدق مثلا أنه يكون الحمل 4 سنوات، ده مستحيل. أن تكون الأرض ثابتة والشمس والقمر بيجروا حوالين منها ويلفوا، إن السماء سقف وما إلى ذلك، هذه الحقائق كان من الممكن أن تمر عندي يعني على أساس إن أنا مش دي الوسيلة اللي هدعو بيها الناس إن أنا أكلمهم في العلم الذي في القرآن أو الإعجاز العلمي. لكن على سبيل المثال المسائل القاطعة في القضية، ودي أوجهها لعقلية كل مسلم، الإسراء والمعراج هو المعجزة الكبرى في الإسلام، وهناك سورة بهذا الاسم، سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وما إلى ذلك. عندما طلب مني أني أكتب بحث عن الإسراء والمعراج، فوجئت بأنه رحلة الإسراء بدأت من بيت الرسول برواية أنس بن مالك، العفو، بدأت من بيت الرسول برواية عائشة زوجة الرسول، وبدأت من بيت هند بنت أبي طالب برواية أنس بن مالك، ثم جاء مالك بن صعصعة فأفتى بأن الرسول كان نايم في الحجر في الكعبة، فجاء الملاك وأخده إلى الرحلة. هنا اصطدمت بثلاث أماكن لرحلة واحدة، وكانت أحاديثها وحكاياتها بتحكى أيام الرسول. ففي أي مكان من دولت أبدأ أنا أشرح الرحلة ديت لمن أدعوه إلى الإسلام؟ ثلاث أماكن عندي، فكان طبيعيا أن أسأل الأستاذ المشرف على هذا البحث، أقول له إزاي ديت يعني تقنع حد يعني. فكان رده ارجع إلى كتاب المعجزة الكبرى للشيخ الشعراوي وشوف. فهو ريحني، لأني وجدت في المقدمة نفسها، وهذا أحيله إلى عقليات المسلمين إن أرادوا التفكير، لقيت إنه بيشرح الرحلة في المقدمة البداية بتاعتها، بيقول بدأت من هنا أو من هنا أو من هنا، وجميع هذه الروايات صحيحة. فازاي كيف يتأتى أن تكون ثلاث أماكن صحيحة في قضية واحدة؟ قضية واحدة فيها ثلاث أماكن. هنا في الحقيقة أنا بدأت أنتقد رحلة الإسراء والمعراج في البحث، يعني بدأت أبرز مثل هذه الأشياء. وأتذكر أني أنا قلت لهذا الدكتور، قلت له لو أنا بدعو واحد من أكلة لحوم البشر وقلت له الرحلة الكبيرة ديت حصلت من هنا أو من هنا أو من هنا وكل الأماكن دي صحيحة، قلت له ده يأكلني. فكانت النتيجة إنه قال لي طلع المصحف اللي معك، قلت له المصحف أهو كان في جيبي، فقال لي في سورة اسمها سورة الإسراء ولا لأ؟ قلت له فيه. قال لي تبقى حصلت ولا ما حصلتش؟ قلت له مع يعني فضيلتك حصلت، ومعايا أنا حصلت، لكن مع الشخص الغريب كيف يقتنع بها؟ هقول له إنها في القرآن. قال لي نعم. قلت له طيب حدي له القرآن يقرأ وهو لسه لم يسلم. قال لي لا، لأنه نجس. فحسيت هنا بشيء من اللامعقولية في الحقيقة، ويعني أنا آسف في التعبير، يعني البلطجة المشيخية على البشرية. أقول له ما تمسكش المصحف لأنك نجس، وآمن بما في المصحف وأنت بهذه الصورة مش من حقك تمسكه. دي كانت مثلا يعني قطرة في محيط من المصائب التي وجدتها في الإسلام. النقطة الفاصلة يا دكتور وجدي،
والسؤال دوت أوجهه لكل مسلم وكل شيخ، لماذا يعمل الإنسان الخير؟ لماذا يكون أي شخص جنديا من جنود الله في دعوة الناس إلى الدين الحق أيا كان هذا الدين بحسب معتقده؟ هل لمجرد أنه يعني عنده وقت أنه يدعو الناس، ولا بينظر إلى ثواب الآخرة نهايته فين؟ طيب أنا أدعو الناس إلى الإيمان، قد يؤمن البعض وقد يؤمن قد لا يؤمن البعض، يدخل مسيحيون أو يهود أو هندوس إلى الدين الحق الذي أعتنقه، كل دوت يعني يكون في ميزان حسناتي زي ما بيقولوا المسلمين. لكن عندما أجد أن الله يدخل الإنسان الجنة أو النار بمشيئته وليس بعمله، بمشيئة الله، والرسول يوضحها يقول لن يدخل الجنة أحدا عمله، قالوا له إزاي؟ قال لهم هو كده، ابن آدم مكتوب عليه من أيام ما كان في ظهر آدم، في ذرية آدم لسه اللي ما تولدتش، الله واخد بإيده اليمين قبضة ونثرها في الهواء من الذرية دي وقال لها إلى الجنة برحمتي، وبعدين قبض بالإيد الشمال وقال إلى جهنم ولا أبالي. ثم يوجه الله الإنسان إلى طريق الطريق المؤدي إلى الجنة أو الطريق المؤدي إلى النار. إذن هتحاسبني على إيه إذا كنت أنت اللي موجهني وأنت؟ فهم سألوا الرسول سؤال جميل جدا، حتى أنت يا رسول الله؟ خد بالك يا دكتور إنه المصائب تتوالى على الإسلام في هذه الدراسة اللي أنا درستها واحدة تلو الأخرى. حتى أنت يا رسول الله؟ قال لهم حتى أنا، ما لم يتغمدني الله برحمته. دوت أفز بي إلى سؤال آخر، إذا كنت أنت اللي هتشفع لي وما أنتش ضامن، هتشفع لي على أي أساس يا رجل؟ أنت ما أنت يمكن تخش النار، مكتوب لك النار، هتشفع لي ازاي؟ هنا لابد ان يدرس المسلم اين سيذهب. وكأي مسلم بدأت يعني اتهم نفسي بعدم الفهم، انا اللي مش فاهم، ومعقول انا يعني احسن من الشيوخ الكبار؟ افاجأ بالآية 8 في سورة الشمس اللي بتقول والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها وما إلى ذلك، إلى أن نصل إلى ونفس وما سواها. طيب ما هو أي إله هو اللي بيسوي النفس، بيخلقها، فألهمها فجورها وتقواها. هنا كانت الطامة الكبرى، فأنتقل من هنا إلى مكان آخر فأجد أن الله يقول في قرآنه ألم ترى أن الله يرسل الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، يعني تدفعهم إلى الكفر وتزيد كفرهم وتدفعهم إلى المعاصي، بدل ما تهديهم، يعني بدل ما تهديهم بتبعت لهم الشياطين تزود كفرهم، ليست عدالة. وبعدين بعدها إنا نعد لهم عدا في العذاب، طب ما إذا كنت أنت اللي بعت الشياطين وكيف يتأتى أن الله يرسل شياطين؟ هل الشياطين تتساوى مع الملائكة كرسل من الله من عند الله؟ مثل هذه الأشياء تتبعتها ووجدت أنه أنا مش فاهم. يمكن دي بتفكرنا برضو أمرنا مترفيها ففسقوا فيها بالضبط بالضبط. ألم ترى أن إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بالضبط بالضبط. وده يتعارض بالطبع مع عدل الله، يعني إذا كان الله عادل فإزاي يعني أعتقد كده يعني ممكن تكون دي عملت إزاي ربنا يكون عادل. تفسير ألهمها فجورها وتقواها،
في أكثر من مصدر من المفسرين يقول إنه الله يعد كل إنسان إذا كان كتب له الجنة أو النار يعد لهذا العمل، أو في آخر عمره تكون آخر أعماله ماشية مع المصير بتاعه، إذا كان من أهل الجنة فيعمل عمل أهل النار فيدخلها، والرب يدفعه إلى هذا لكي يثبت عليه المصير. النقطة المهمة كمان، هيحاسبه على أي أساس؟ أنت تحاسب الإنسان منذ كان نطفة في ظهر آدم، فريق في الجنة برحمتك وفريق إلى النار ولا أبالي. يبقى ما فيش داعي للحساب، يبقى يوم القيامة دول يخشوا النار ودول يخشوا الجنة وخلصنا يعني. لا، نجد إن هذا الإنسان يأتي ملك من السماء ويدخل في رحم أمه ومعه الروح، فينفخ فيه الروح ويسأل الله يا رب ده ذكر ولا أنثى فيحددها له، سعيد ولا تعيس فيحددها له، في الجنة ولا في النار فيحددها له. إذن دي تاني مرة الله يعرف مصير الإنسان. وإن مات الإنسان يأتيه الملكان ناكر ونكير أو منكر ونكير، ويحاسبوه في القبر ويقولوا له ده طريقك إلى الجنة أو ده طريقك إلى النار، أدي ثالث مرة للحساب. ويوم القيامة يخرج الإنسان من القبر وفي يده كتاب، فإن كان كتابه في يمينه ففي جنة عالية، في شماله فأمه هاوية أي جهنم. رابع مرة يتعرف الحساب. ثم يأتي الله بالبهائم ووحوش البحر والجو ويحاسبها عشان الإنسان يعرف الحساب كان صعب قد إيه. ده دجل، حساب فين؟ إذا كنت أنت يعني معبي فيديو وعارف نهايته، أنت المخرج بتاعه. وبعد ما يخلص الحساب يقول للناس امشوا على الصراط، فاللي داخل الجنة يكمل واللي داخل النار يقع يمين وشمال في النار. أنا لقيت نفسي قدام تمثيلية هزلية ملهاش معنى أن تكون من عند الله. من هنا كانت لي وقفة، ولم أيأس من اتهام نفسي بالغباء، أنا اللي مش فاهم. فبدأت أصلي طول الليل وأسأله، طب أنا مش فاهم، فهمني أنت، أنا رايح الجنة ولا النار؟ أنا إذا لم أخذ مرتبي من شغلي آخر الشهر هرفع قضية، طب أنت دخلتني النار أرفع قضية عليك فين؟ مرة ومرة ومرة أتناقش معه بهذه الصورة، وكان في اعتقادي إن الله ليس كما يقول القرآن ثم رددناه أسفل سافلين، والإنسان يعني في قرار مش عارف إيه وبعدين مهين. ما كانش عندي ده، كان في اعتقادي إن الله خلقني لأنه يحبني فلا يرضى لي الشر. فوجئت بإن أنا مدفوع إلى الشر أو مدفوع إلى الخير. المسألة خدت وقت شوية، سنتين في النقطة ديت، أين أنا؟ تحولت من دراسة الماجستير إلى دراسة النقطة دي، أنا رايح فين بصورة مؤكدة لازم أعرفها. هو بالقياس ده، بالقياس ده على حسب المقياس ده اللي بيتقال، معناها الإنسان مسير وليس مخير. فإذا بالزبط. كان فإذا كان فروم إيتو زاد مكتوب له مخططه، هتحاسبه على إيه؟ لما أنت مشيته في المسار ده وأجبرته على المسار ده ولم تعطيه حرية اختيارات متعددة، يبقى تحاسبه ليه بعد كده؟ يبقى مسير وليس مخير. بالضبط. We'll be right back.